تقاسي هاد القنبلة اللي كيقولوا، ملي جي لقيت البوليس مطوق الدنيا والناس خايفين، ويعني دايرين هذيك الأشرطة ديال السلامة باش واحد ما يدوز من الزنقة ولا، وبصراحة الناس يعني غيكونوا تخلعوا ربما تكون في الفجر ولا شي حاجة، ولكن دابا البوليس جاو داروا الخدمة ديالهم وداوهم علينا حتى شي حاجة. وربما سمعت انه كيقول عنده شي عام وهي مخزونه عنده. شناهي هذه؟ قالوا شي كرانه ديال المدفع ولا قنبله ولا هادشي. مع شي تكتشف؟ وقال هو من البارح هو كيقول بلي راه كانت عنده روبلاته وعند بها البوليس. واه يعني ما كانش هو عارفه، ربما هادشي اللي سمعت ربما ما كانش عارفه هو.